بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 48 بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس الثاني من شهر جماد الأولى 45 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نقلب صفحات من سيرته العطرة وهديه الكريم النبوي الشريف الذي أمرنا بالاقتداء به، مستكثرين في مجلسنا هذا ونحن نتدارس الهدي النبوي من الصلاة والسلام على صاحب السنة عليه الصلاة والسلام، راجين أن نكون من أوفر أمته حظاً في هذه الليلة المباركة من الصلاة والسلام عليه، لنكون أكثر هذه الأمة حظاً من صلاة ربنا عز وجل علينا. قال صلى الله عليه وسلم: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً. الله شرفه بأعلى رتبة وحباه فضلاً من لدنه عظيماً، صلى عليه الله ما غيث هما، يكسو البسيطة نظرة ونعيما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام. وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية عند ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: فصول في هديه في العبادات، الذي تقدم معنا من أول الكتاب نبذ موجزة وفصول متوزعة على أبواب من هديه النبوي في سائر أبواب الحياة، كانت نبذا مختصرة وجملا موجزة. ثم ها هو ذا يشرع رحمه الله تعالى يعيد الكرة تفصيلا على ما سبق إجماله هناك. ولهذا فقد تقدمت بعض المواضع تمت الإشارة فيها إلى أنه رحمه الله سيعيد بسط الموضوع في موضع من كتابه، وهذا هو أوان ابتداء التفصيل في الهدي النبوي مبتدئا رحمه الله بالعبادات. وربما بقينا مجالس عديدة في ذكر هذه الفصول في أبواب العبادات، بدءا من الوضوء، ثم المسح على الخفين، ثم الانتقال إلى الصلاة، ثم الصلاة ذاتها يفسح فيها القول رحمه الله للحديث عن الصلاة بدءا من دعاء الاستفتاح والتكبير والقراءة والركوع والسجود، يسوق فيها فصولا متعددة ويسرد فيها ما اجتمع له من هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل تلك الفصول، ثم يتبعها بعد بفصول في الزكاة ثم الصيام والحج والعمرة في أبواب مفصلة تأتي تباعا إن شاء الله، ليشرع بعد ذلك في باقي الأبواب إذا فرغ من العبادات. ومستهل مجلسنا اليوم في أول فصول الهدي النبوي في العبادات الحديث عن الوضوء الذي به يبتدئ المسلم عادة بالتفقه في أحكام الشريعة، فإن أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج هي الأركان بعد الشهادتين، فإذا كانت الصلاة الركن الأعظم فإن شرطها الذي لا تقبل الصلاة إلا به وهي الطهارة تتقدم في الذكر على الحديث عن الصلاة ومسائلها وأحكامها. ولهذا تتابع العلماء رحمة الله عليهم على تقديم الحديث عن الوضوء، لأنه الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها، فيكون حديثهم عن المسائل والأحكام المتعلقة بهذه العبادة العظيمة، هي عبادة الوضوء التي طهرنا بها أمة الإسلام في شريعة الإسلام، فلذلك ابتدأ بها المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصول في هديه في العبادات. فصل في هديه في الوضوء. ابتدأ بالوضوء، وقبل أن نشرع ها هنا جملة مهمة ينبغي أن نعيها أيها الكرام: كل من أكرمه الله فأقبل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمه أو يستمع إليه أو يقرأه، فليجعل نصب عينيه هذه الجملة: ما الذي يحملنا على تتبع الهدي النبوي؟ أرجو أن لا يكون الهم مقتصراً على تحصيل المعرفة والمسألة العلمية النظرية المجردة. الهدف الأسمى من تتبع السنن وتعلمها والبحث عنها وقراءتها والجلوس في مجالسها، الهدف الأسمى أن يكون علماً ومعرفة تقود إلى استنان وتطبيق، لا مجرد معرفة. أنا ما الذي ينفعني إذا تعلمت صفة الوضوء ومسائل دقيقة فيما يتعلق بالمضمضة مثلاً والاستنشاق، وسيأتينا في مجلس الليلة إن شاء الله، أو صفة مسح الرأس أو غسل الرجلين أو المسح على الخفين، ثم لا أزال أتوضأ كما كنت أتوضأ لما كنت صبياً؟ ما الذي أستفيده إذا تعلمت سنناً كنت أجهلها في الصلاة مثلاً، ثم ما زلت أصلي الصلاة التي علمنيها والداي رحمهما الله لما كنت طفلاً صغيراً؟ إن لم تكن دراسة السنة وتتبع الهدي باباً نصحح به عبادتنا ونقتفي فيها بآثار نبينا عليه الصلاة والسلام، فليس لذلك قصد ولا هدف ولا حكمة. يا كرام، هذه السنة النبوية التي بعث بها الله رسوله عليه الصلاة والسلام وأمرنا بأن نتبعه وأن نتقفى أثره، فقال ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، جعل لنا هذا عنوانا كبيرا. ثم جاء الإغراء: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا العنوان العظيم ينبغي أن يكون مدخلا ندج منه إلى السنن النبوية، نتعلمها، نعرف أبوابها، نعرف مواضع خطى النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا لنحفظها فنسردها أو نختبر فنجيب عليها، بل لتكون شواهد في حياتنا. شواهد على إيش؟ شواهد على حبك لربك عز وجل. أو ما سمعت الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تريد أن تثبت حبك لله عبد الله؟ أقم في حياتك من شواهد هذا الحب لله ما يشهد لك غدا إذا لقيت الله. والشواهد التي تجمعها في حياتك هي عدد المواضع التي تطبق فيها سنن النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك. فمن المقل ومن المستكثر، منا من يأتي يوم القيامة وشواهد محبته لله مد البصر من سنن أقامها في حياته وهدي نبوي تمثل به في شأنه كله. طوبى والله لمن كانت السنة همّا له، يحمل همها كيف يجدها، كيف يتعلمها، وإذا عرف طريقها كان الهم عنده في تطبيقها والحفاظ عليها. ليس هذا فقط، بل في بثها ونشرها وإخبار الناس بها وتعليم الأمة كافة. كأن لسان حاله: يا قوم هلموا، ها هنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بكل سنة يتعلمها كفرح الناس بما يحبون إذا افتقدوه. حرصه على السنن والبحث عنها وتقفي آثارها وفرحته إذا ظفر بسنة لم يكن يعلمها أعظم من فرحة الأم الملهوفة التي تبحث عن وليدها وقد فقدته في الطرقات. هذا الهم الذي يجعل حياة العبد إذا وفقه الله لاتباع السنة وملء القلب بحبها وتعظيمها ورفع رايتها أن يكون حقيقة من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ولهذا فإن سفيان رحمه الله لما كان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، كان يقصد ما عاشه السلف من الميراث الذي ورثوه عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أن الشأن في حياتك مهما كان صغيراً ولو كان حكاً لرأسك وشعرك، فإن استطعت أن تطبق فيه سنة تتعلمها فاحرص عليها، فما بالك بما هو أكبر من ذلك في الحياة، بهيئتك ولباسك، بوضوئك وصلاتك، بطوافك وسعيك ودعائك، بأخلاقك، بكل ما تعيشه في حياتك عبد الله. هذا الأصل الكبير الذي نجعله عنواناً ونحن نقلب الصفحات من الآن فصاعداً في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات. هذا عام مجمل، أما الوضوء خاصة فإن التأكيد الذي حفلت به النصوص تزيدنا حرصاً على أن وضوءنا الذي نغسل فيه الكفين والوجه ونمسح الرأس ونغسل اليدين والقدمين ينبغي أن يكون أكثر حرصاً في حياتنا على أن نوقع وضوءنا كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحب الكرام عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة كعبد الله بن زيد رضي الله عنه، تنقل الروايات الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن أحدهم لما كان يقف أمام طلابه وأبناء الأمة من التابعين وهم يتعلمون منه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يشرح لهم قولاً فعلاً ثم يقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم يقول: وسمعته يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الباب عظيم يا كرام، والعبادة جليلة، الوضوء طهارة يحبها الله ويثني على أصحابها. أثنى الله على أهل قباء بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ثم كانت المحبة عامة لهم ولغيرهم، والله يحب المطهرين. هذه سيماء المؤمنين في أمة الإسلام، الطهارة التي تلزمهم بها الشريعة، فهم يتطهرون بين يدي كل صلاة يقفون فيها بين يدي ربهم. فهلموا يا قوم وأقبلوا بقلوبكم قبل أسماعكم وأبصاركم في الوقوف على هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في وضوئه إذا توضأ كيف كان. هذه جمل تأتي بها الصفات في كل ما يتعلق بوضوء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. هذه الجملة الأولى: هل الوضوء لكل صلاة شرط، أم يكفي الوضوء لأكثر من صلاة إذا حافظ المتوضئ على طهارته فلم تنتقض بشيء من النواقض؟ كلاهما ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأصل والغالب في هديه النبوي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ لكل صلاة، يعني سواء كان طاهراً أو غير متطهر، فإن كان طاهراً جدد وضوءه فكان تجديداً لطهارته، وإن كان غير متطهر توضأ فكان متطهراً بين يدي صلاته. هذا الأصل الغالب كما قال المصنف رحمه الله، ولكنه أحياناً ربما صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد. وهذا أيضاً كما ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه يا رسول الله. ما هو؟ جمع الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر. قال أهل العلم: أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة هذا الحكم، إن حانت عليك صلاة
صليت المغرب الآن في المسجد الحرام، وها أنت ذا تنتظر صلاة العشاء، فإن دخل عليك وقت العشاء محافظا على وضوئك الذي صليت به المغرب جاز لك أن تصلي به العشاء، ومن حافظ على وضوئه فرضين وثلاثا وأربعا وخمسا جاز أن يصلي بوضوئه ما لم ينقضه شيء من نواقض الطهارة. ودل هذا الحديث على جواز ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعمر لما سأله رضي الله عنه قال عمدا صنعته يا عمر، فدل هذا على الجواز، إلا أن الأفضل والأكمل والأعظم أجرا إحداث طهارة لكل صلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة. هذا في مقدار الماء الذي يتوضأ به المصلي. وحتى حديثنا السابق في جمع الصلوات بوضوء واحد ثبت فيه أيضا في سنن أبي داود وصححه ابن خزيمة في صحيحه أن عبد الله بن عمر وقد سأل محمد بن يحيى بن حبان عبد الله بن عبد الله قال أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر. يسأل الآن عن شيء رأوه في عبد الله بن عمر، كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا وغير طاهر. قال قلت أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر عم ذاك؟ يعني ما الذي يحمله على تجديد الوضوء لكل صلاة؟ فقال حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة، فدل هذا على كماله وعظيم أجره، كيف لا وهي عبادة، فكلما توضأ المسلم مرة نال أجر الوضوء، أجره الذي يتمثل في خروج خطاياه مع كل قطرة من الماء يغسل بها وجهه ويديه وذراعيه، فهكذا تحط الخطايا عنه بوضوئه، فهذا من عظيم فضل الوضوء وأجره. أما مقدار الماء فكما قال وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة، وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي إلى أقيتين وثلاثة. هذا مقدار الماء الذي يتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المد؟ ملء الكفين المجتمعتين المعتدلتين. إذا اجتمعت الكفان وكانتا وسطاً، لا كفين صغيرتين ولا كفين ضخمتين، كفان معتدلان، فمجموع ملء الكفين المعتدلتين يسمى مدًا، والمد ربع صاع، فإذا اجتمع من هذا أربع غرفات فإنها تعدل صاعاً. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، اجمع كفيك الآن واملأهما ماءً، الماء المجتمع في كفيك يكفي وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كاملا من المضمضة إلى غسل الرجلين. كان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة، يعني أقل من المد، وبأزيد منه تارة. ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، قلنا الصاع كم مدا؟ أربعة، يعني أربع غرفات من ملء الكفين تجمع لك صاعا، هذا مقدار يغتسل به لجسده كله إلى خمسة أمداد، ربما زاد عليها مدا فتصير خمسة، ويتوضأ بالمد. قال وأحيانا يتوضأ بثلثي المد، كما ثبت أيضا من حديث أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد، والحديث عند أبي داود،
فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد، يعني أقل من هذا بثلث، وهذا أقل مقدار ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ به. فلو قال قائل هذا ما يكفي أو لا يتصور أنه يكفي، نحن بالكاد نجمع هاتين الكفتين لنغسل الوجه غسلة واحدة، لكنه يتوضأ به عليه الصلاة والسلام وضوءا كاملا، هل يكفي هذا لمضمضة واستنشاق وغسل وجه ويدين إلى المرفقين ومسح رأس وغسل رجلين؟ لو لم يثبت هذا لما فعله عليه الصلاة والسلام ولما حكاه الصحابة رضي الله عنهم، لكنه قد وقع وهو ممكن وواقع، إلا أنه يحتاج إلى قصد في استعمال الماء ومعرفة لمقدار هذا. والمستبعد لهذا ما أشبهه بحديث جابر رضي الله عنه لما سأله قوم عن الغسل، فذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع، فقال رجل كان حاضرا بحضرته من القوم، فقال رجل ما يكفيني، يعني هذا الصاع ما يكفيني، ورأى أنه غير ممكن، صاع 4 أمداد يغتسل به الرجل البالغ غسلا كاملا، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر رضي الله عنه يكفي من كان خيرا منك، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال في رواية يكفي من كان أوفر منك شعرا، يعني حتى من حيث الشعر الذي يستهلك فيه الماء كان النبي عليه الصلاة والسلام ذا وفرة وجمة، وكان هذا المقدار يكفيه. فالاستبعاد يا كرام، استبعاد كفاية هذا القدر من الماء راجع إلى أحد أمرين، إما عدم ممارسة أو تجربة سابقة فيستبعد المرء ذلك، وإما إلف لعكس ذلك من الإسراف في استعمال الماء فيظن المرء أن ذلك غير ممكن، وهو ممكن ومجرب عند كثيرين. وهذا المقدار من المد وهو ملء الكفين المجتمعتين يشبه مقدار ما تجمعه القارورة الصغيرة من الماء، وأنت لو اعتنيت بها واقتصدت في استعمال مائها لثبت عندك كفايتها لوضوئك كاملا. إنما هو القصد في الاستعمال، لكن آفتنا اليوم في الإسراف في الماء هو استرساله، فإذا فتح أحدنا الصنبور أو اغترف من مكان ما مجتمع فيه الماء أخذه أخذا كثيرا وصب الماء صبا كثيرا، فلا يظن أن هذا القدر اليسير يكفيه لوضوئه، إنما هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة، يعني ربما زاد عن المد ولا حرج، ليس هذا منعا، إنما الكلام على المقدار الذي يثبت به للمسلم كفايته في وضوئه إذا توضأ. ثم ذكر المقدار بالمد، مقدار المد بما يقربه الفقهاء من الأوزان، قال وذلك نحو 4 أواق بالدمشقي إلى أوقيتين 3، وهذا مقدار الموازين، يعني ما يجمع في الميزان بقدر 4 أواق دمشقية، وإنما قيدها بالدمشقية لأن الأواقية والأوزان عموماً تختلف من بلد إلى بلد، ولهذا فإن أواقي الشام غير الحجاز غير العراق وغير مصر في مقدارها الذي يتعامل به الناس بأسواقهم. فكان الفقهاء الأوائل رحمهم الله إذا ذكروا ما يتعلق بالمقادير المذكورة في فقه الشريعة كمقدار الماء هنا ومقدار القلتين مثلا ومقدار أنصبة الزكاة كما يتعلق بدينار الذهب ودراهم الفضة، فإنهم يحولون ذلك إلى المقادير المعاصرة بالنسبة إليهم. فإذا ذكروا ما يتعلق بالرطل أو ما يتعلق بالأوقية فإنهم يضبطونها بالبلد الذي يقدرونها به، فإنهم يجعلون ذلك في الموازين ويحسبون، كما يقدر الفقهاء المعاصرون اليوم هذه المقادير بالأوزان المعاصرة بالجرام وبالكيلو الذي تعارف الناس عليه ليكون أدعى إلى فهمه وتصوره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء. من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، أيسرهم يعني أكثرهم استعمالا وصرفا في الماء، كان من أيسر الناس يعني كان من أكرمهم في استعمال الماء وصبه بكثرة، لا العكس،
كان من أيسر الناس من أقلهم صبا لماء الوضوء. نعم. قال: وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، وكان يحذر أمته من الإسراف فيه، وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور، وقال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. ومر بسعد وهو يتوضأ فقال له: لا تسرف في الماء. فقال: وهل في الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. نعم، هذا التنبيه يا كرام ينبغي أن يكون درسا لنا، لأهلنا في بيوتنا، لأولادنا، في مسألة اقتصاد الماء الذي نستعمله في الوضوء. كفاية المد، إن لم يكفك المد يا رجل فليكن مدان ثلاثة، لكن أن يكون مقدار يعني لتر من الماء فأكثر يصرف في وضوء ثم يزداد به المرء استعمالا ولا يكاد يكفيه مقدار، هذا من الإسراف، ليس المخالف للسنة فقط بل الموقع في النهي الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحذر أمته من الإسراف في ماء الوضوء. قال: وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور، في اعتداء في الماء. نعم، هناك اعتداء، وإذا سميناه اعتداء دخل في عموم قوله تعالى: إنه لا يحب المعتدي، فالله ما يحب الاعتداء. الاعتداء في الدعاء، الاعتداء على أموال الناس، الاعتداء على أعراضهم، الاعتداء على الحقوق، الاعتداء في الماء في الوضوء اعتداء، سماه اعتداء. اسمع إلى حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه الذي أخرجه الآئمة أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم في المستدرك، قال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. كما هناك اعتداء في الدعاء وسيقع في الأمة، فهناك من يعتدي في الطهور وهو الماء المستعمل في الطهارة، أخبر أنه سيقع وحذر عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الآخر الذي ذكره المصنف بقوله: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء، الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ضعفه الآئمة ومنهم الترمذي رحمه الله لما قال: ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم الآئمة بعدم صحة رفعه كأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، إلا أنه ربما روي موقوفا على بعض الصحابة لكنه ليس حديثا صحيحا. قال: ومر بسعد وهو يتوضأ فقال له: لا تسرف في الماء. فقال سعد: وهل في الماء إسراف؟ لأنه لم يكن يتصور الإسراف إلا في الأموال أو في الطعام، لكن إسراف في ماء، فبدا هذا حديثا على أذنه فسأل: وهل في الإسراف في الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. الحديث أيضا لا يصح، ضعف إسناده الحافظ ابن حجر وغيرهم، لكنه روي بسند قوي موقوفا عن بعضهم كهلال بن يساف قال: كان يقال من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئ نهر. أيها الكرام، الإسراف في الماء مذموم في طعام أو شراب، وأشد ذما إذا كان في العبادة كالطهارة وضوءا أو غسلا. والإسراف كيف هو؟ هو أن يصب الماء فيذهب منه ما لا يستعمل أكثر من الذي يستعمل، يصب الماء فإذا الذي يصيب جسده ليحقق به الطهارة يصيب شيئا، والذي ينسكب عن جانبيه يمنة ويسرى أو يذهب هدرا بين الغرفة والغرفة والماء يصب أكثر من الذي استعمله في غسل أعضاء وضوئه. إن لم يسمى هذا إسرافا فما هو؟ اليوم تساهل الناس حتى في إغلاق صب الماء بين الغرفة والغرفة، فإذا أخذ غرفة ماء ترك الماء يجري حتى يعود إلى غرفة ثانية وثالثة. هذا ليس مجرد نعمة يعبث بها ويتساهل الناس فيها فقط، بل هو إسراف حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزي في الوضوء والغسل غير مقدر، غير مقدر، توضأ بأي قدر واغتسل بأي قدر، غير مقدر يعني ليس هناك مقدار محدد يجب الالتزام به. طيب، والذي ثبت في السنة ما هو؟ هذا هدي النبوي، هو الأكمل والأفضل والأعلى،
قال: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزي في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء. قال: وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء وإن كان على شاطئ البحر. أرأيت لو كنت على شاطئ بحر وتغترف، حتى هذا مذموم في حقك أن تغترف منه أكثر من حاجتك وأنت تتوضأ، لأنه يصح الوضوء بماء البحر. وقد سئل عليه الصلاة والسلام فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، من لم يجد ماء إلا ماء البحر توضأ به. فلو كنت على ظهر قارب والبحر تحتك فاغترفت منه لوضوئك، فإن استطعت ألا تتوضأ إلا بمد ففعل وأنت على ظهر البحر، ولن ينقص منه غرفاتك ولو بلغت 100، لكنه الهدي النبوي والتزام أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان المرء ضخم الجسم ولا يكفيه المد للوضوء، زاد بقدر حاجته. فبعض الناس له من ضخامة أعضاء الجسم كالوجه واليدين والرجلين ما يحتاج فيه إلى ما يزيد على المد، فلا حرج، لم يمنع منه العلماء ولا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن القضية تعود إلى مسألة الاقتصاد في مقدار الماء المستعمل في الوضوء. مرة أخرى سأذكر بما صدرت به المجلس: عندما نتعلم هديا نبويا ونقف على سنة من السنن، فالله الله أن لا يكون في الذهن بالمقام الأول شيء مقدم على كيف أفعل، كيف سيعيد المرء ترتيب شيء ألفه فيعود إلى ما تعلمه من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصح عنه أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا. كل هذا في الصحيحين من روايات عدة. صح عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. كيف يعني؟ أعضاء الوضوء يا كرام التي هي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. قال: صح أنه توضأ مرة مرة، يعني مكتفيا بمرة واحدة لغسل الوجه، ومرة واحدة لغسل اليدين، ومرة واحدة لغسل الرجلين، وتوضأ مرتين مرتين، يعني يغسل وجهه مرتين، ويديه مرتين، ورجليه مرتين، ويمسح رأسه لا مرة واحدة، مسح الرأس ما يكون إلا مرة واحدة. قال: وثلاثا ثلاثا، يعني أيضا توضأ مرة بثلاث مرات، غسل الوجه ثلاثا، واليدين ثلاثا، والرجلين ثلاثا. صح هذا من روايات عدد من الصحابة. في الحديث توضأ مرة مرة عند البخاري أخرجه ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما. توضأ مرتين مرتين أيضا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. توضأ ثلاثا ثلاثا في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنهم جميعا. قال: وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، أيضا ثبت في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه ذكر التثليث، يعني غسل الأعضاء ثلاثا في كلها إلا في اليدين. قال: وغسل يديه مرتين إلى المرفقين. فأي شيء فعلته من ذلك عبد الله صح وضوءك وأصبت سنة. قال أهل العلم: وهذا راجع إلى مقدار الماء الذي يتوفر عند المسلم إذا توضأ. فمن أراد أن يطبق سنة واكتفى بمقدار مد من الماء يتوضأ فليقتصر على المرة، لكن من اقتصر على المرة فشرطه استيفاء العضو لئلا يبقى منه شيء. يعني لا تبخل، تريد أن تقتصر في استعمال الماء تقتصد فيه، ثم تأخذ قدرا لا يكفي لغسل وجهك فتترك جزءا منه ما أصابه الماء، أو تتساهل في غسل يدك فإذا به في طرف الذراع مما يلي المرفق لم يصبه الماء، أو في الرجل فيبقى منه مقدار عند الكعب أو في ظهر القدم لم يصبه الماء، هذا خلل. فمن اقتصر على المرة جاز له ذلك وصح، بل أصاب سنة، ولكن بشرط استيفاء غسل الأعضاء والتأكد من عدم فوات جزء منها لم يصبها الماء. وهذا كما قلت في مناسب في تعدد الأحوال. فمن قل بيديه الماء
فيكتفي بغسل مرة، ومن توفر فزاد على الثلاث فكل ذلك جائز. الغسلتان والثلاث الغسلات أكثر ضماناً وأحوط في تأكد المتوضئ من غسل أعضاء وضوئه، وكذلك كما قال في بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا. ومما يحسن التنبيه عليه يا كرام في مثل هذا الموضع الذي يثبت فيه تعدد السنن، لو قلت لك ما السنة النبوية في عدد غسلات أعضاء الوضوء؟ ما السنة؟ المرة سنة، والمرتان سنة، والمرات الثلاث سنة، كلها سنن. في كل موضع تتعلمه عبد الله يثبت عندك فيه تعدد السنن فإنه يحسن بك أن تطبقها السنن كلها تباعا في أوقات متفرقة، فتأتي يوما تتوضأ مقتصرا على المرة لتصيب السنة، وفي مرة أخرى فتغسل أعضاءك مرتين، وفي مرة ثالثة تغسلها ثلاثا، وقصدك اتباع السنة لتكون من أقرب الناس إلى صاحبها يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ينمي في دواخلنا حب السنة والحرص عليها. ومن فوائد ذلك الخروج من إلف العاد العبادة واعتيادها إلى استشعار السنن، بخلاف من يألف سنة واحدة فيمسكها ويلزمها ولا يغيرها إلى سنة أخرى ثابتة، تتحول عنده إلى إلف واعتياد، فربما يعزب عنه استحضار معنى السنة. قل مثل ذلك مثلا في أدعية الركوع، أذكار الركوع في الصلاة، وأدعية السجود، بل حتى دعاء الاستفتاح إذا كبرت بعد تكبيرة الإحرام، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام جمل من الأدعية التي كان يستفتح بها الصلاة، فمن لا يحفظ إلا دعاء واحدا سيلزمه، وهذا جائز ولا حرج عليه، لكنه ليس كمن يحفظ دعائين وثلاثة ثم هو في صلواته يقرأ هذا مرة وذاك مرة، فإنه يصيب تعدد السنن وموافقة النبي عليه الصلاة والسلام فيها، ثم ماذا؟ ثم يستحضر السنة في كل مرة لأنه لا يقرأها باعتياد وحركات آلية، إنما كبر واليوم يقرأ هذا الدعاء، وفي المرة الثانية تذكر الدعاء الآخر فاستحضره، تتجدد عنده نية تطبيق السنة، بل ربما استحضر حتى معاني الجمل التي يقولها في الدعاء. وهذا منها ثبت أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فنعم ما يفعله المسلم إذا توضأ أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا أحيانا وهذا أحيانا، وربما كانت الحال تحمله على شيء من السنن بعينها كقلة الماء، فإن المناسب لها استعمال الوضوء مرة مرة، وهذا من سعة السنن التي يفعلها المسلم في عباداته المتكررة كل يوم كالوضوء والصلاة، ليكون له حظ أوفر من تطبيق السنة والاتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث. طيب، هذا كالذي قبله، المضمضة والاستنشاق التي يبتدئ بها المتوضئ في وضوئه بعد غسل كفيه. قال: يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث. فإن كان يتوضأ مرة مرة سيستنشق كم مرة؟ واحدة. بكم غرفة؟ واحدة. يستنشق، يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، كيف يفعل؟ يقسم الماء الذي في كفه نصفه لفمه يتمضمض به ونصفه لأنفه. وأرجع فأقول آفتنا اليوم مع الهدر في استعمال الماء وعدم التعود على الاقتصاد فيه، يذهب ملء الكفين وليس كفا واحدة في مضمضة أو في استنشاق، والباقي يذهب هدرا. لكن الثابت في السنة يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين، فتكون غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، أو تكون الغرفتان كل غرفة منها تشتمل على المضمضة والاستنشاق مناصفة كما سيذكره بعد قليل. نعم.
قال: وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا. طيب ممتاز، إذا قلت توضأ بغرفة فنصف الغرفة لمضمضته ونصفها لاستنشاقه، نصفها يذهب إلى الفم والنصف إلى الأنف. قال: إذا كنت ستأخذ غرفة لا يمكن تفسيرها إلا بهذا. وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل. فصل ماذا؟ فصل المضمضة عن الاستنشاق، فيكون للمضمضة غرفة وللاستنشاق غرفة، وكذلك الثلاث يمكن فيها الفصل. أما الغرفة الواحدة فلا يتحقق فيها إلا الوصل، ما يتحقق الفصل فيها بين المضمضة والاستنشاق. نعم. قال: إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ مضمض واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق. ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن لا ندري من طلحة عن أبيه عن جده، ولا يعرف لجده صحبة. طيب الآن تكلم رحمه الله عن هذه القضية، هل السنة يا أهل الإسلام في الوضوء، هل السنة الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة بوصلهما أو فصلهما فلكل منهما غرفة؟ قال رحمه الله تعالى: إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما، يعني نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، إن كانت غرفة واحدة فمناصفة، وإن كانت غرفتين فكذلك، فيكون تمضمض مرتين واستنشق مرتين، وإن كانت ثلاث غرفات فكذلك، كل غرفة يقسمها مناصفة. يقول: هذا هو الثابت في هديه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث، اللفظ عند البخاري في الصحيح: مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ركز معي، كيف تكون ثلاثا بثلاث غرفات وهما فعلان؟ مضمض واستنشق ثلاثا، فاثنين في ثلاثة بكم؟ ستة. المفترض يكون بست غرفات، لو كان كما نفعله اليوم، غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، فإذا مضمضت ثلاثا بثلاث غرفات واستنشقت ثلاثا بثلاث غرفات، كم يكون المجموع؟ ستة. لكنه يصرح فيقول في رواية البخاري: مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، فلا يمكن تفسيرها إلا بالوصل، فكل غرفة يصل فيها بين فمه وأنفه، نصفها للفم مضمضة ونصفها للأنف استنشاقا. وأما لفظ مسلم في صحيحه قال: مضمض واستنثر ثلاثا، وفي لفظ عند مسلم: فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، فإذا وزعتها لا تكون إلا هكذا على الوصل. قال رحمه الله: فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق، ولهذا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. ثم قال: ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لا توجد رواية. قارن هذا بين ما نفعله اليوم، فإن أغلب ما يفعله المتوضئون اليوم هو الفصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفة لهذا وغرفة لذاك. قول ابن القيم رحمه الله: لم يجئ في حديث صحيح البتة، هو قول طائفة من المحدثين أنه لا يوجد حديث صحيح يثبت فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل بين المضمضة والاستنشاق. يقصدون بذلك والله أعلم حديث شقيق بن سلمة التابعي الجليل أبي وائل، يقول: رأيت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما توضأ ثلاثا ثلاثا وأفردا المضمضة من الاستنشاق
ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. هذا صريح يحكي فيه أبو وائل شقيق بن سلمة رحمه الله ما رآه من اثنين من الصحابة الكبار ومن الخلفاء الأربعة علي وعثمان رضي الله عنهما كيف فعل. قال: وأفرد المضمضة من الاستنشاق، يعني فصلا، ثم قال: هكذا، قال كل منهما، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا يكاد يكون الحديث الذي يستند إليه من يرى الفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن ابن الصلاح رحمه الله الإمام المحدث أنكره ولم يصحح الحديث لما يتعلق بضعف سنده. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله متعقبا له: قد روى أبو علي بن السكن في صحاحه من طريق أبي وائل وساق الحديث، قال: فهذا صريح في الفصل، فبطل إنكار ابن الصلاح. فأنت كما ترى من أهل العلم من يصحح حديث الفصل ومنهم من يضعفه، ومال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى تضعيف الحديث، ورأى أن زيادة الفصل بين المضمضة والاستنشاق مخالفة لجملة الروايات الثابتة بألفاظها التي في الصحيحين وغيرها مما تحكي وصل المضمضة مع الاستنشاق. فقول المصنف رحمه الله: لم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، يقصد به ربما حديث شقيق بن سلمة، وقد سمعت ما فيه. قال رحمه الله: لكن في حديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. الحديث هذا أخرجه أبو داود في السنن، والبيهقي أيضا، والطبراني في المعجم، لكن أبا داود قال: قال مسدد: فحدثت به يحيى فأنكره، ثم قال: سمعت أحمد يقول: ابن عيينة كان ينكره، يقول: إيش هذا، طلحة عن أبيه عن جده؟ كأنه عجب أن يكون جد طلحة صحابيا لقي النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث مرسل مع ضعف بعض رواته، ووليث بن أبي سليم، فلهذا ضعفه المصنف رحمه الله. قال: ومثل هذا لا يصح الاستناد إليه في إثبات فصل المضمضة عن الاستنشاق. الخلاصة: الثابت في هديه عليه الصلاة والسلام الوصل بين المضمضة والاستنشاق، وهي الأقرب في السنة، ومن فصل بينهما يبطل وضوءه؟ لا، ما يبطل، لكننا نتكلم عن السنة. وأيضا إن بنى على هذا الخلاف خلاف المذاهب الأربعة، فمذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله الفصل بين المضمضة والاستنشاق، ومذهب الشافعي وأحمد وبعض المالكية الجمع بينهما، الوصل بين المضمضة والاستنشاق. قال الإمام القرافي رحمه الله: كيفية المضمضة والاستنشاق أحدهما يتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات ويستنشق ثلاثا كذلك، وهو قول مالك رحمه الله، والثاني لأصحابه غرفة واحدة لهما. قال: الخلاف إنما هو في الأفضل والأكمل، فإذا جمع بينهما أو فصل فقد أتى بالمطلوب وهو المضمضة والاستنشاق. وقال ابن قدامة رحمه الله: فإن شاء المتوضئ تمضمض واستنشق من ثلاث غرفات، وإن شاء فعل ذلك ثلاثا بغرفة واحدة، قال لما ذكرنا من الأحاديث. ثم قال: وإن أفرد المضمضة بثلاث غرفات والاستنشاق بثلاث جاز، لأن الكيفية في الغسل غير واجبة. وقال الإمام النووي رحمه الله: اتفق نص الشافعي والأصحاب على أن سنتهما، يعني المضمضة والاستنشاق، تحصل بالجمع والفصل، وعلى أي وجه أوصل الماء إلى العضوين. فهذه من مسائل الاجتهاد التي لا ينكر فيها على المخالف، إلا أن طلبة العلم وأهل السنة أحرص على اتباع السنة وتطبيقها، فإن شاء فصل بينهما فلا حرج، إلا أن الأفضل والثابت في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بينهما بغرفة واحدة، وهذا المستحب لمن توضأ اتباعا لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى. طيب، هذا آخر ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق، لينتقل بعده إلى مسح الرأس. الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه، فإذا هما فعلان
لكنه واجب واحد كالمضمضة، هو إدخال الماء إلى الفم وإدارته فيه. طيب هو يمضمض وخلاص ويبقى الماء في الفم، يمجه. إذن هما فعلان، إدخال الماء ومضمضته ثم مجه، لكن ما يقول الفقهاء المضمضة والمج، خلاص يقولون المضمضة، ما يقولون الاستنشاق والاستنثار أو النثر، وإن ورد في الأحاديث في عدد من الألفاظ وذكر الاستنشاق والاستنثار. فالاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف. قال المصنف رحمه الله: كان يستنشق بيده اليمنى، أما قلنا يأخذ غرفة نصفها لفمه يتمضمض ونصفها لأنفه، قال: ويستنثر باليسرى، فيدخل الماء بيمناه ويخرجه بيسراه. لما وما الدليل؟ في حديث علي بن أبي طالب الذي أخرج أحمد والنسائي واللفظ له، أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعل هذا ثلاثة ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي: ويستنثر بيده اليسرى للحديث الصحيح، يقصد حديث علي. وقال ابن قدامة رحمه الله: ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه ثم يستنثر بيسراه، هذا بناء على حديث علي مع قاعدة شرعية كبيرة، هي قاعدة كان يعجبه التيمم في شأنه كله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: تكون اليمنى لمواضع التكريم والبداءة، وتكون اليسرى لغيرها كإزالة الأذى وما لا، أو للانتهاء من الشيء. فإذا لبست قميصا بدأت بيدك اليمنى، أو نعالا بدأت بيمناك، وإذا خلعت كان العكس البدء باليسرى. إن دخلت البيت أو المسجد كان تقديم رجلك اليمنى، وإن خرجت فلليسرى. إذا استعملت الماء للاستنجاء أو للاستجمار فباليسرى لا باليمنى، وهكذا في كل ما كان من باب إزالة الأذى. فجعلوا إدخال الماء للأنف استنشاقا باليمنى، وإخراجه لأنه مستصحب للأذى والقذر وربما ما في الأنف من الوسخ يكون باليسرى لئلا تنال اليمنى. فأدب جم وطهارة جميلة يؤدبنا عليها الإسلام، ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر، وعليه يحمل حديث من قال: مسح برأسه مرتين. سيذكر في مسح الرأس جملا من المسائل. انتقل رحمه الله تعالى إلى مسح الرأس في الوضوء، سيذكر فيه أيضا جملا ومسائل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس في الوضوء، بدءا بمقدار الرأس الذي يمسح، هل هو كله أو بعضه؟ والله قد قال: وامسحوا برؤوسكم، وقد قال الفقهاء: يكفي في ذلك الثلث، ومنهم من قال مقدار الناصية، ومنهم من قال يعمم الرأس. الفقهاء يتكلمون على الجواز الذي هو الحد الأدنى مما يصح به الوضوء، لكن الكلام هنا على السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسيذكر أيضا في صفة المسح كيف يكون، وهل يتكرر كتكرر أعضاء الوضوء، وكيف نفعل بالروايات التي قالت كان يمسح مرتين أو ثلاثا. كل هذا سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى إن شاء الله، لكننا نقتصر على الجملة الأولى بقوله: وكان يمسح رأسه كله. فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إلا مسح رأسه كله، يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه بيديه بكلتا يديه، يبدأ بمقدم رأسه ويذهب بهما إلى قفاه ثم يرجعهما حتى يعود إلى المكان الذي بدأ منه. وثبتت فيه عدة روايات علنا أن نأتي عليها في مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله، مع تتمة أحكام ومسائل مسح الرأس في الوضوء، فإن فيها جملاً من الهدي النبوي التي يحسن بالمسلم أن يقف عليها، أن يتعلمها، أن يطبقها، ليكون وضوءنا أقرب شبهاً بوضوء نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تم لنا في مجلس الليلة الوضوء مرة بالصلوات بوضوء واحد أو تجديد الوضوء لكل الصلاة، ومر مع مقدار الماء الذي توضأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو المد، وتقدم أيضا معنا ما يتعلق بعدد مرات غسل أعضاء الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، وأخيرا الوصل أو الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وبقي مسح الرأس ومسائله التي تأتي تباعا إن شاء الله تعالى. فليكن قصدنا من ذلك كله إحياء السنن وتتبع مواضعها وإحياؤها في حياتنا، علنا أن نظفر بشرف اتباع السنة في الحياة واللحاق بركب صاحبها بعد الممات عليه الصلاة والسلام. لما ذكرت محمدا في أسطري وغمست ريشة لهفتي في محبري، قامت حروفي كلها فتألقت، صلت عليه وسلمت في دفتري. صلوا وسلموا على الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تظفر بصلاة ربكم عليكم 10 أضعاف صلاتكم عليه، فيا رب صلِّ وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصلِّ وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم اجعلنا بالصلاة والسلام عليه من أكثر أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا غدا في زمرته، وأكرمنا يا رب بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين. اللهم هيئ لأمة الإسلام من أمرها رشدا، واكتب لها نصرا مؤزرا. اكفنا يا رب والمسلمين جميعا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نستنزل نصرك وعونك وقوتك لإخوتنا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك باليهود أعدائك وأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، نكل بهم يا رب وخالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، واقتلهم بسلاحهم يا حي يا قيوم. اللهم بك نحول وبك نصول، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت مولانا ومولى إخوتنا المسلمين من المستضعفين رجالا ونساء وولدانا، فارحم يا رب ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول بعنايتك أمرهم يا رحمن ويا رحيم. أنت المستعان وعليك التكلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.